ما هو تفسير رؤية النمل في المنام؟ النمل الكثير ورؤيتها على الفراش أولاد، ورؤية النمل تدل على نفس صاحب الرؤيا، وقيل تدل على قراباته، وقيل إن خروج النمل من جحرهم غم، ورؤية النمل تدب على المريض موت المريض، ومعرفة كلام النمل ولاية لقصة سليمان عليه السلام، ومن رأى النمل يدخل داره بالطعام معناها يكثر خير داره، ومن رأى النمل يخرج بالطعام من داره معناه افتقر، وخروج النمل من الأنف أو الأذن أو غيرهما من الأعضاء يدل على موت صاحب الرؤيا شهيدا. إذا رأى نفسه تفرح بخروجها، فإن كان يسوء خروجها فيخشى عليه، والنمل إنسان ضعيف حريص، والكثير منه جند أو ذرية أو مالك أو طول الحياة. ومن رأى النمل يدخل قرية أو بلدا دخل ذلك البلد جند، فإن خرجوا منها فإنهم يتحملون منها، فإن رأى أن النمل هارب من بلد أو بيت فإن اللصوص يحملون من ذلك الموضع شيئا، ويكون هناك عمارة، لأن النمل والعمارة لا يجتمعان، وكثرة النمل في بلد من غير إضرار بأحد يدل على كثرة أهل البلد. النمل هو في المنام قوم ضعفاء أصحاب حرص، ويعبر بالجند والأهل وبالحياة الطويلة، فمن رأى النمل دخل قرية فإن جندا يدخلها، ومن رأى أن النمل على فراشه كثرت أولاده، ومن خرج من داره نقص عدد أهله، ومن رآه يطير من مكان فيه مريض فإنه يموت أو يسافر من ذلك المكان قوم يلقون شدة، ويدل على خصب ورزق، لأنه لا يكون إلا في مكان فيه رزق، وإذا رأى المريض إن النمل يدب في جسده فإنه يموت، وقيل من رأى النمل يخرج من مكانه ووكره ناله هم، ومن رأى نملا كثيرا في دار أو محله فإنه يكثر عدد أهل ذلك الموضع ونسلهم، ومن رآه يخرج من داره أو محله فإن أهله يقلون بموت أو تحويل، والذر كذلك، إلا أنهم ضعفاء الناس، وإذا صار للنمل جناح دل على هلاك جند كثير ذي عدد كثير، ورؤية النمل تدل على نفس صاحب الرؤيا، وتدل على إقربائه، ومعرفة كلام النمل ولاية لقصة سليمان عليه السلام. ومن رأى النمل يدخل داره بالطعام يكثر خير داره، ومن رأى النمل يخرج بالطعام من داره افتقر، وخروج النمل من الأنف والأذن وغيرهما من الأعضاء وهو فرحان بذلك يدل على موت صاحب الرؤيا شهيدا، وإذا كان حزينا محزونا مات على غير التوبة. من رأى أن النمل هرب من بلد وبيت فإن اللصوص يحملون من ذلك الموضع شيئا، أو يكون هناك عمارة، لأن النمل والعمارة لا يجتمعان، وكثرة النمل في بلد من غير أضرار بأحد تدل على كثرة أهل البلد. ومن رأى أنه قتل نملا ارتكب ذنبا بسبب قوم ضعفاء، ومن سمع كلام النمل وكان أهلا للإمارة نال الإمارة وإلا وخيرا. والنمل الكبار للغزاة قتلهم، وللمرضى موتهم، ولمن يريدون السفر تعبهم وخسرانهم. ومن رأى نملة ضخمة قد حملت من منزله حملا وخرجت به فإنه يسرق ماله من يكرم عليه من ابنه وأخيه.